بكرة المساء بدها تيجي بريتني على الأردن. أنا أولاً متحمس كثير إنه أنا بتدبلش فصل جديد من حياتي معها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيش أمه؟ عيلتي بتحب بريتني بس لسه مش مقتنعين إنه إحنا من البق لبعض. بس موضوع إنه تيجي هنا وتعيش معاي هذا بثبت لي قديش إنه هي بتحبني. بدي أحكي لك عشان بريتني بكرة أنا بدي أجيبها من المطار. أوه كويس، مش غلط يابا، على بركة الله. تأكدت يابا مثل ما وصيتك؟ أنا بدها تأسلم؟ أنا حكت لها كل شيء. راحة يعني بداية ما كان عجبني الموضوع، يعني قلت له يابا ما غير مناسبة لك هذه، إحنا مسلمين وهي مش مسلمة. بس أول شيء بدي أشوف هي بدها تغير أسلم زوجها على سنة الله ورسوله وبتأسلم. الإسلام رح أعلمها إياه شوي شوي عشان ما بديش تكره الإسلام. كويس يعني. ممتاز. لبس الحجاب. بس أبوي هو إنسان تقليدي يعني، بس هو اللي بحسه إنه عمالهم بحاولوا إنهم يتقبلوا بريتني، وأنا هذا هو بس اللي بدي إياه يعني. إنه بالفعل أنا بحبها للبنت. بدها تجيبها من المطار؟ بدي أروح أجيبها من المطار. بدها تنام في الفندق، وثاني يوم بجيبها أنا، بخليها تسلم عليكم. أوكي يابا، ماشي. أوراق الطلاق جبت معها؟ أوراقها جاهزة؟ جاهزة، أوراقها كاملة. طيب يابا كويس خلص، يعني هذا أهم إشي، إنه ما في يكون في عقبات يعني بالنسبة لزواجكم. لا إن شاء الله ما في. آخر مرة بريتني قعدت مع أمه وأبوي حكت لنا إنها كانت متجوزة شخص سيء وإنها هي حالياً ماشي بإجراءات الطلاق.